مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم مع الشباب. في هذه الحلقة من حلقات مع الشباب نفتح معكم موضوعا في غاية الأهمية، الأيام العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أي أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأيام العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام الله على الإطلاق، فكيف لنا أن نغتنم هذه الأيام بالأعمال الصالحة؟ كيف لنا أن نعمر هذه الأيام بالأعمال الصالحة؟ هذه الأيام هل ستفوت علينا كغيرها من الأيام التي قد خلت، أم يجب علينا وينبغي علينا فعلا أن نغتنمها بما يقربنا من الله عز وجل؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان مشاهدينا الكرام حول أيام العشر الأول من ذي الحجة، نفتحها بحضراتكم مع ضيف هذا اللقاء، مع فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، فكونوا معنا. سعداء جدا بوجود تشريف الدكتور حازم شومان معنا. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك. انا واضح اننا بنلتقي في الايام الموسميه والعبادات الموسميه، مره في ماذا بعد رمضان، ومره في هذا اليوم الطيب المبارك في ايام العشر الاول من ذي الحجه. يا رب يا رب ربنا يقبل منا يا رب. معنا بك دائما في الدنيا عند الكعبه المشرفه، وفي الاخره في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب. اللهم امين. دكتور حازم، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، ايام العشر الاول من ذي الحجه؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. لما الناس بتسمع كلام المشايخ هذا الحديث المبارك، ويسمعوا ايضا ان ايام العشر من ذي الحجه هي افضل ايام العام، ورغم ذلك نجد أن العبادة في العشر الأواخر من رمضان تكون أكثر بكثير من العبادة في العشر الأواخر من ذي الحجة، رغم معرفتنا بفضل أيام العشر الأول من ذي الحجة وأنها أفضل أيام العام عند الله عز وجل. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني اللهم لك الحمد، عشر ذي الحجة يعني نهارها على قول جمهور العلماء أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان. والليل يعني العلماء بقى تكلموا فيه، مش تكلموا إن لها فضل ولا لا، لا ده تكلموا هي الأحسن ولا ليلة القدر الأحسن. يعني الـ 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 القضية يعني هذه القضية طبعا، وليالي عشر على قول جمهور المفسرين هي العشر الأول من ذي الحجة، والعلماء بل والصحابة تكلموا في فضل هذه الآيات يعني على يعني يعني على بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام القرآن طبعا عن فضل هذه الأيام، كلام عظيم جدا. ابن عباس رضي الله عنه يقول أن الحسنة في هذه الأيام تضاعف 700 ضعف. يعني ايه 700 ضعف؟ يعني جلسة الضحى ب 700 جلسة ضحى، يعني ليلة القيام ب 700 ليلة قيام، يعني صفحة القرآن ب 700 صفحة قرآن. الختمة ما هي 700 صفحة، ده الختمة 600 صفحة. يعني معناها ان ثواب صفحة قرآن تلاوتها في عشر ذي الحجة اعظم عند الله من ثواب ختمة قرآن بره العشر من ذي الحجة. يعني تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول: من قام الليل بعشر آيات، عشر آيات بره عشر ذي الحجة، عشر آيات، إنما في العشر اضرب في 700 يبقى 7000 آية، قرآن كله 6236 آية. يعني ممكن كده تصلي بقل هو الأحد والمعوذتين والفاتحة في ركعة وتر في ليلة من ليالي العشر التي أقسم الله بها، تاخد ثواب كأنك ختمت القرآن بره هذه الليالي. فيعني ثواب عظيم جدا وثواب كبير جدا. ومع ذلك يا دكتور حازم بنشوف برضو ان الناس في العشر الأواخر من رمضان مجتهدين في العبادة بشكل غير عادي، غير العشر أيام من الأول من ذي الحجة، برأيك ايه السبب؟ والسبب طبعا يعني للأسف تقصيرنا في تبصير الناس بقيمة هذه الأيام. نعم. وبقيمة هذه المواسم. وللأسف الشديد أكتر يومين الناس بتعصي فيهم ربنا في السنة كلها هم اليومين اللي بعد أكبر موسمين عبادة، ليلة العيد الصغير اللي بعد رمضان، وليلة العيد الكبير اللي هي في نهاية العشر من ذي الحجة. نعم. يعني للأسف الشديد احنا مقصرين. المفروض ان احنا ننزل الناس زي ما ربنا قال: فقل أذنتكم على سواء، يعني استوى الناس كلها في العلم بالحلال والحرام، وآذنتكم أي نزلت لكم لأعلمكم وأخبركم. يعني هنفضل ننزل للناس لحد ما الناس تعرف الصح من الغلط، بعد كده نقول يا رب أعذرنا إليك يا رب. فطبعا هذا الموسم العظيم محتاج دعوة عظيمة، يعني يعني الدين العظيم والدعوة العظيمة دي محتاجة دعاء عظماء، ومحتاجة تضحيات عظيمة، ومحتاجة جهد عظيم عشان نبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى. اي نعم. الله عز وجل أقسم فقال: والفجر وليال عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،
لأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. فحول فضل العشر الأوائل من ذي الحجة نبدأ لنبصر الناس بأهميتها وفضلها. هو يعني فضل العشر الأوائل من ذي الحجة حاجة يعني فوق التصور. نعم. يعني يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. نعم. أفضل أيام الدنيا عليه الصلاة والسلام، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يعني 240 ساعة بتوع عشر ذي الحجة دول أفضل 240 ساعة في الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. يبقى يجب أن احنا يعني واحنا داخلين على الأيام دي نبقى عارفين قيمتها. يعني كان في يعني واحد عندنا أنا في المنصورة، وراجل فقير جدا ومعهوش فلوس، يعني فمعهوش غير 10 جنيه. فزوجته يعني قالت له ما فيش أكل في البيت اللي ولادي تعشوا، انزل هات لنا أزازة زيت وكيلو بطاطس. فالراجل نزل، لو جاب أزازة الزيت مش هيشتري البطاطس، لو اشتري البطاطس مش هجيب ازازه الزيت. فالراجل عمل ايه؟ ففضل ماشي على الكوبري اللي هناك دوت، وقعد يقول الاكل غلي، الزيت غلي، كل حاجه غلت. وبعد كده لقى نفسه الكوبري وتحته الميه، رمى نفسه انتحر. لا حول ولا قوه، يعني انتحر عشان 10 جنيه. والعياذ بالله، نعوذ بالله من الياس من رحمه الله. نعوذ بالله من القنوط من رحمه الله. انتحر عشان 10 جنيه. الراجل ده هو جاي يرمي نفسه في الميه، لو واحد جه قال له انا عندي ليك عقد عمل 10 ايام بمليون جنيه، هيعمل ايه؟ هيوطي بصري هيوطي بص ايديه ورجليه. ليه؟ ده واحد يعني واحد بينتحر عشان 10 جنيه، واحد بيقول له مليون جنيه في 10 ايام. سبحان الله، الاحساس اللي عند الراجل ده هيحصل يوم القيامه واشد منه مليون مره. احساس ان في انسان مش عارف يدخل الجنه بسبب حسنه، احساس ان في انسان هيدخل النار بسبب سيئه. لو واحد جاله ساعتها بقى، يعني لو كان في انتحار يوم القيامه، كان 999% في الالف من البشر انتحروا يوم القيامه من الياس والعياذ بالله. ده بقى اللي هيكتب عليهم النار والعياذ بالله. فتخيل لو واحد جاله يوم القيامه قال له انت كان عندك فرصه 10 ايام وتكسب بيها مليارات الحسنات. هي ديت القضيه. عشان كده ربنا حينما قال والفجر وليال عشر، العلماء قالوا طب ربنا بيقسم، والعظيم لا يقسم الا بعظيم. طب ربنا بيقسم على ايه؟ هو فين المقسم عليه هنا في الصوره؟ فملقوش. فبعض العلماء قال لك ان المقسم عليه هو كل ما في الصوره. يعني ربنا بيقول كلا اذا دكت الارض في اخر الصوره، دكا دكا. زي ما هتلر دك فرنسا كده في الحرب العالميه الثانيه، دك الارض دي هتدك. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان المواسم اللي ضاعت عليه، وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني هذا يقسم الله عليه سبحانه وتعالى على قول من قال ان المقسم عليه الصوره كلها. يعني كان المعنى اقسم ان الانسان هيندم لو ما استثمرش هذه المواسم. ممكن نص اهل الجنه يدخلوا الجنه بسبب هذه المواسم ان شاء الله التي اقسم الله بها. نعم. فلما يلاقي واحد داخل الفردوس الاعلى وواحد خارج من النار، واحد بينجو من الصراط بسبب عشر من ذي الحجه، ساعتها هيقول يا ليتني قدمته لحياتي. نعم. يعني فاحنا يعني عايزين ندرك قيمه هذه الايام. لما الامام الاوزاعي رحمه الله يقول ان اجر العباده في كل يوم من عشر ذي الحجه باجر غزوه في سبيل الله، غزوه في سبيل الله. الله، يعني عشر غزوات في سبيل الله تتحط في ميزانك. لما قتاده يقول ان صيام اليوم من عشر ذي الحجه يعدل اجر سنه عباده، تسع سنين عباده، اليوم بسنه. يعني انا بتعامل مع اليوم بسنه، بل في المضاعف اكتر من كده كمان. واحد يقول لك يا عم اليوم بسنه، هقول له ده انت راجل طيب. ده النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان صوم يوم صوم يوم عرفه بايه؟ يكفر ذنوب سنتين. يعني شاب قاعد يعصي ربنا سنتين في ضلال مبين والعياذ بالله، صيام يوم عرفه يكفر ذنوب سنتين. يعني عمل صالح واحد وليس هو افضل عمل في العشر، بل افضل عمل الذكر. في يوم واحد وليس هو افضل ايام العشر، بل افضل الايام يوم النحر اللي هو يوم العاشر اللي هو اول يوم العيد. عمل صالح واحد في يوم واحد عدى سنتين، كفر ذنوب سنتين. امال باقي الاعمال الصالحه في نفس اليوم، وامال باقي الايام؟ يبقى لما قتاده يقول ان اليوم بسنه، يعني يا جماعه احنا بنتعامل مع فرصه عمرنا فعلا. عشان كده ابن عمر يقول كلمه في غايه الخطوره، يقول لان اعمل عمره في العشر الاوائل من ذي الحجة احب الي من عمرة في رمضان. يا الله، عمرة رمضان في البخاري بعد الحجة. نعم. يعني النافلة بعد بفريضة. دي مضاعفة اعمال في رمضان. وكمان في رواية اخرى تعدل حجة معي، يعني ثواب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ينال شيء من ثواب الصحابة رضوان الله عليهم. يبقى ده عمرة رمضان. بيقول لك لا، ده كمان بقى في عشر ذي الحجة الثواب اعلى، وعمرة في عشر ذي الحجة احب الي من عمرة في رمضان. ايه يا جماعة ده؟ هل في، عشان كده ربنا بيقول بعدها هل في ذلك قسم لذي حجر؟ في انسان عاقل يضيع هذه، صدق او لا تصدق، في انسان عاقل يضيع هذه الحسنات المهوله ويجي يوم القيامه يتذل
طالب الثانويه العامه ما بيعرفش يدخل الكليه اللي نفسه فيها عشان نص درجه في التنسيق. اصحاب الاعراف في سوره الاعراف مش عارفين يدخلوا الجنه عشان حسنه واحده في التنسيق، التنسيق بتاع دخول الجنه مش عارفين يدخلوها عشان حسنه. يبقى الحسنه دي انا ليا اخ من اخواني يعني حبايبي يعني في بكالوريوس ما عرفش ياخد الشهاده بتاعته عشان نص درجه، راح للعميد قال له ما اقدرش اعمل لك حاجه، راح لوكيل الكليه ما اقدرش اعمل لك حاجه، بيقول لي نص درجه، بيقول لي انا ساعتها افتكرت نص حسنه ممكن توقف الانسان يوم القيامه قد ايه. عشان كده ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول تحشيه بقى على كلام ابن عمر بقى يعني من منطلق كلام ابن عمر، يقول ان مضاعفه حسنات فرائض العشر الاوائل من ذي الحجه اعظم عند الله من مضاعفه حسنات فرائض رمضان. يعني صلاه الظهر في عشر ذي الحجه اعظم عند الله من صلاه الظهر في رمضان، ومضاعفه حسنات نوافل العشر من ذي الحجه اعظم عند الله من مضاعفه حسنات نوافل رمضان. عشان كده ابن عمر قال العمره ودي نافله في عشر ذي الحجه احب من رمضان. عشان كده العلماء قالوا ان الصدقه في عشر ذي الحجه اعظم عند الله اجرا من الصدقه في رمضان. ان شاء الله ثواب عظيم جدا وفضله عظيمه جدا دكتور حازم، لكن ازاي اقدر استشعر هذه المعاني حتى استطيع ان اغتنم هذه الايام بشكل لائق؟ يعني احنا في الاعمال الدنيويه بيبقى عندنا همه عاليه جدا، وزي ما حضرتك قلت واحد عرض عليا مليون جنيه او عرض عليا مبلغ قل او كثر ممكن ابذل في سبيله القاص والداني، لكن فكره ان انا الاعمال الصالحه والثواب من الله عز وجل كتير مننا لا يستشعر هذه النعم. ما للاسف الشديد يعني كم واحد هاجر عشان ربنا؟ الصحابه اللي هاجروا مع النبي عليه الصلاه والسلام كانوا كم واحد؟ كم واحد هاجر عشان كندا؟ كم واحد هاجر استراليا؟ كتير، ملايين. نعم ملايين، والناس تقول ربنا يوفقك يا ابني، يا ابني ايه البطوله دي يا ابني، راجل يا ابني ربنا يعينك، شاب وبيبني مستقبله محدش قرب منه. طب لو واحد قال انا رايح اطلب العلم في مثلا في دوله تانية، يا ابني انت جننت، يا ابني انت حصل في عقلك حاجه، يا ابني حرام عليك، هتقهر مستقبلك يا ابني، شوف مستقبلك. اشوف مستقبلي ده انا بعمل اللي خلى الامام احمد هو الامام احمد، الرحله في طلب العلم. يبقى اذا يعني دي مشكله خطيره جدا عندنا، ودي مسؤوليتنا احنا اهل الدين، لازم نعرف الناس عمليا من سلوك حياتنا ان الدين مش ارخص من الدنيا. نعم. ان الدين اغلى من الدنيا. قال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله. انا قرات قبل كده المغني من المغنيين المشاهير بيقول انا بشتغل يومين 15 ساعه. طب احنا مين من الدعاه بيشتغل يومين 15 ساعه؟ يبقى والذين امنوا اشد حبا لله، هو بيحب الشهره وبيحب الدنيا، مش انا بحب ربنا، مش انا بتكلم الوقت عشان ربنا يعرف ويحب، مش دي احب الايام الى الله؟ ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. يعني احنا الوقت بنعمل احب دعوه الى الله، وبنتكلم عن احب موضوع الى الله، ولن يعبد الله فيها الا احب العباد الى الله، وهي فرصه لنيل حب الله سبحانه وتعالى. دي ايام حب، دي الايام اللي ابراهيم حط السكينه على رقبه ابنه فيها عشان ربنا. اللحظه اللي ابراهيم حط السكينه على رقبه ابنه فيها هي اللحظه اللي ربنا جعلها لنا العيد الكبير، هي اللحظه اللي بقت عيد، لحظه التضحيه، عباده التضحيه دي عند ربنا تساوي ايه؟ لانها الحب، لانها بحب. يبقى اذا احنا مش مستشعرين ليه قيمه هذه الايام. عامله بالظبط زي يعني هو انا المؤشر بتاع الراديو مش مستقبل اذاعه القران ليه؟ مستقبل كوره ليه؟ لانك ظبطه على مؤشر الكوره. طب اظبطه على مؤشر القران، اظبط مؤشر القلب على استقبال موجات البث القراني، اظبط مؤشر القلب على استقبال موجات الايمان. يعني عيش بقلبك، عيش بقلبك مع ربنا سبحانه وتعالى، ما تضيعش الفرصه على نفسك. ويجي الواحد يوم القيامه يقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي. دخلت العشرة دكتور حازم، ومحتاجين كلنا نحن نغتنم هذه الأيام بأعمال صالحة بحيث يعني نستطيع نحن في العشر الأوائل نتقرب إلى الله عز وجل بالشكل الذي يليق. حضرتك لو تعمل لنا واجب عملي في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة نعمل إيه؟ الواجب العملي يعني أنا بحب في عشر ذي الحجة إن أنا ألزم نفسي بالمكس في المسجد، مش بالاعتكاف، لا عادي بروح بيتي ويعني حياتي عادية، ولكن ألزم نفسي إن حياتي تبقى في بيت الله. يكون أطول فترة ممكنة، أطول فترة ممكنة، ممكن من حتى من قبل الفجر مثلا بساعة ولا حاجة إن شاء الله، أنزل وأقعد في المسجد وأفضل قاعد أنا يعني عادي، وانتقل من المسجد لحياتي برا وأرجع للمسجد تاني، بحيث إن يعني دايما الواحد يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل للمساجد، توطن يعني دي وطننا، ما توطن رجل دي الرجولة المساجد للصلاة والذكر متفرغ للعبادة إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب إلى غائبهم إذا قدم عليهم.
يعني اهل الغائب، لان احنا في غربه، احنا المسجد ده وطننا في الارض. نعم. ولما بندخل المسجد بنرجع لوطننا تاني، وبره المسجد دي دار الغربه. فاحنا هل هنستشعر هذه المعاني؟ فدي فرصه كبيره قوي ان احنا نلزم انفسنا بالعباده بكل جد وبكل عزيمه باذن الله سبحانه وتعالى. ايه الواجب العملي؟ طبعا الصيام هنبدا، يعني فضل باذن الله سبحانه وتعالى تهم 9 ايام، يوم العيد ما بيتصامش، هو اعظمهم عند الله ولكن ما بيتصامش. يبقى 9 ايام من الخميس البدايه لحد الجمعه اللي هي يوم عرفات، هيجي يوم جمعه باذن الله سبحانه وتعالى، يبقى 9 ايام. طيب اعمل ايه تاني؟ جلسه الضحى، ده ايام ذكر، ايام ذكر، اقعد بقى 2-3-4 اول النهار، هات 3 اجزاء قران عشان تجيب ختمه. ليه؟ عشان الختمه 700 ختمه باذن الله، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى اذا ما ينفعش، يعني اجتهد في مساله الختمه، اجتهد في طول ذكر الله سبحانه وتعالى، في طول ذكر الله. يعني خط الواتساب بتاع افتح لي قلبك، اما بستقبل مشاكل الناس، يعني انا فعلا يعني حتى مسجل لسه 4 مقاطع، اوعى تستسلم وتنهار. عن يا جماعه يعني ايه النفسيات الضعيفه في مواجهه الابتلاء دي يا اخوانا؟ امال ذكر ربنا فين؟ امال مواجهه الحياه بالنفسيه القويه النابعه من ذكر الله فين؟ احنا خسرنا كتير قوي لما بعدنا عن ذكر ربنا. نعم. خسرنا كتير قوي لما ما بقاش في حياه كل واحد مننا ساعه بيخلو فيها بربه، يقعد يسبح الله وقلبه بيقول في ملكوت السماوات. دي ساعه التوازن النفسي في حياتنا، دي ساعه العلاج النفسي لامراضنا، دي ساعه الاتصال الروحي بملكوت السماوات. يبقى اذا مساله الذكر، مساله ختمه القران، مساله الصيام، مساله تفطير الصائمين، يعني الايام ديت يعني من فطر صائما فله مثل اجره، يوم عرفات اليوم بسنتين تكفير سيئات، يعني انا واليوم في باقي الايام ان شاء الله يكون بسنه في الصيام، يعني انا كل صايم هفطره انا ليه سنه عباده ان شاء الله. يبقى انا المفروض يعني لو واحد معاه ملايين يدفعها في تفطير الصائمين في 10 ذي الحجه. نعم. ليه؟ لان هي حاجه عظيمه، ده يعني البرنامج العام. ولكن اعظم حاجه طبعا على الاطلاق ان كل واحد مننا وكل واحده مننا يبقى له بيئه ايمان. نعم. وهو ده الهدف، يعني تشجيع الطاعه، تشجيع على الطاعه. احنا كنا عاملين معسكر استعداد ل10 ذي الحجه من ايام في مسجد هنا في المنصوره، وطبعا كل الكلام ده نزل على الفيسبوك على الصفحه الرسميه، يعني عاملين معسكر استعداد. فقلت للشباب بعدها، بعد ما خلصنا المعسكر، قلت له انت لو كنت بت في بيتك كنت صليت قيام ليل زي الليله؟ لا. وكنت سمعت تفسير قران زي الليله؟ وكنت سمعت دروس زي الليله؟ وكنت عملت كل الفعاليات بفضل الله ربنا فتح علينا سبحان الله. دكتور حازم، الواحد ناوي فعلا يعمل اعمال صالحه ويتقرب الى الله ويصل الارحام ويصلي القيام، لكن بيجي عليه فتره بيفطر، فزي ما حضرتك قلت ان بيئه الايمان هي اللي تشجع الانسان على القيام مثل هذه الاعمال. طبعا طبعا. وبالعكس لما يكون عندك بيئه غير بيئه الايمان، بيئه فاسده، هتجرك لايه؟ للمعاصي. طبعا الشباب لما بيدخلوا الوقت معانا بفضل الله، سواء في الدرس الاسبوعي بتاع الجماعه الشرعيه هنا، او في او على النت، الدرس الاسبوعي بتاع النت كل يوم 2 بفضل الله على الطريق الى الله، يعني الكلمه اللي بسمعها وبتاثر فيها وسمعتها لحد دلوقتي كذا مره، مش مره ولا 2، يا ريتني عرفتكم من زمان، يا ريتني عرفت ان في ناس بتعمل كده من زمان. لسه سامعها على درس النت امبارح بالليل، ريتني عرفت ان في ناس بتعمل كده من زمان. يعني ايه الجو ده؟ عايزين نعيش الجو ده، عايزين نعيش الحياه ديت. هي يعني، وفي اخت من اخواتنا الله يرحمها قالتها قبل ما تموت، قبل الاخت دي تابت الى الله ولبست النقاب وماتت بعد 5 ايام، قالتها قبل ما تموت يمكن بساعات، اخر كلمه قالتها في التليفون، يا ريتني عرفتكم من زمان. سبحان الله العظيم، مت شابه ولكن سبحان الله قدر ربنا انها تابت من كبائر كبيره جدا. نعم. ولبست حجاب امهات المؤمنين، وبعد 5 ايام حادثه عربيه وهي معديه الشارع تجيب مصحف وسواك، ورجع بالمصحف وسواك تشتريهم للمشروع بتاعها اللي هي بتملكه، خبطتها العربيه منها. ما اجمل خاتمتها. اخر كلمه سمعتها، اخر كلمه قالتها، يا ريتني عرفتكم من زمان ان شاء الله. فجميل قوي ان الناس تقول لنا الكلمه دي، جميل قوي الكلام ده. ما كان انا نفسي، انا بقالي سنين في الدعوه فضل ومنه الله، انا عمري ما سمعت الكلمه دي. عمري ما سمعتها. اول مره اسمعها امتى؟ لما بدانا نعمل بيئه ايمان. نعم. لما بدانا نعمل اسر، يعني على النت بعد درس النت فضل ومنه الله ما بيخلص، بنقسم الشباب والبنات اسر ورش، ويقعدوا يتعارفوا مع بعض، كل ورشه مع بعض. جميل جدا يا دكتور حازم ان الدروس تبدا يعني لا تبدا في المسجد وتنتهي بمجرد خروج الناس من المسجد، وبعد كده مالناش دعوه باللي كانوا موجودين فيها. موضوع ورش العمل والنزول للعمل الميداني هذا ما نفتقده في هذه الايام. في المؤتمرات الطبيه كلها ما كنا نحضر اي مؤتمر طبي، لازم بعد المؤتمرات الطبيه ما بتخلص والمحاضرات بتخلص يقول لك الورك شوبس، ورش العمل،
ورش في ورشة عمل في تعلم ونظير الجهاز الهضمي، في ورشة عمل في تعلم انعاش القلب عند توقف القلب، في ورشة مفيش حاجة اسمها ان انا اديك كلام نظر اقول لك امشي، لازم ورشة. فواحد بيقول لي امبارح ليه بتسمي التجمعات الالتزامية دهيت بين البنات والشباب دول لوحدهم دول لوحدهم في درس المسجد وفي النت وفي كل حاجة بروحها، يعني خط الواتس ان شاء الله نعمل ورش. ما هو لازم الناس تعرف بعض ولازم الناس تحب بعض. هيفضل الناس ماسكة في الشيخ، الحقني يا شيخ انا ضايع، الحق يا ابني ما ينفعش. وكتير من شبابنا يا شيخنا كان بيشتكي ان انا ممكن اخش اسمع درس للدكتور حازم شومان مثلا في الجامعه الشرقيه في المنصوره واطلع حاسس ان انا هكسر الدنيا، ومجرد ما اطلع من باب المسجد ولا كاني سمعت حاجه. ازيك ما دورش العمل دي اهميتها ان يفضل في ربط بين الشباب وبين الشيخ. احنا بنينا مرضى نفسيين حينما طرحنا الدين على انه درس سخن ثم انطلق يا اخي الى بيتك وجاهد فرديا من اجل تنفيذ هذا الكلام. طلعنا طيار نصه عنده مرض الاحباط، وده مرض نفسي. نعم. مرض الاحباط واتهام النفس، وانا وحش وانا ضايع وانا مسيء، والنص التاني قلب الترابيزه وجري يشوف دنيته، ما ضايع ضايع اشوف دنيتي بدل ما تبقى دنيا ضاعت ودين ضاع. ليه؟ لان احنا قلنا للناس بيئه الشحن اللي يحضر الدروس وسماع الشرايط ثم انطلق لوحدك ولا تؤثر احدا بحظك من الله، واوقف الشمس لو واحد وقفك في شارع قول له اوقف الشمس، اوقف الشمس. تقول يا جماعه يا جماعه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فين النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده؟ ده النبي خلى الصحابة عايشين مع بعض ليل نهار، وبعد كده انطلق بقى لوحدك جاهد. امال ايه في حلقة في النص مفقودة؟ ايه الحلقة اللي في النص المفقودة؟ بيئة الإيمان. ان شاء الله. عشان كده قلت للإخوة في الدرس، قلت لهم الدرس ده انت بتتشحن فيه بإذن الله، بعد كده بتقعد في الورش مع إخوانك وحبايبك، تقعدوا مع بعض وتضحكوا مع بعض وتحفظوا القرآن مع بعض وتعبدوا ربنا مع بعض وتروحوا رحلات مع بعض وتنزلوا جولات دعويه مع بعض وتعيشوا حياتكم مع بعض وتواجهوا ازمات حياتكم مع بعض. بعد كده بقى يعني سبحان الله، احنا خارجين من المعسكر، فانا كنت مروح بالعربيه فلقيت اربع شباب فاخدتهم اوصلهم، قلت لهم انتوا عارفين الفرق ما بين كل الشباب اللي كانوا في المسجد النهارده ايه؟ قالوا لي ايه؟ قلت له ساعه ما كل واحد منهم يروح الوقت ويقفل على باب بيته، بعد ما التقينا على بيت ايمان يلا انطلق جهد فرديا ان شاء الله. لانك خلاص انت راجل واقف على ارض ثابته، هتيجي تنتكس، الحقني يا فلان باذن الله. طبعا هتيجي معصيه سر تصور وتلاقي نفسك مش قادر، يا اخ فلان الحقني. هتيجي الاخت مثلا تلاقي نفسها ضعفت قدام مثلا موقع على النت ولا قدام حاجه، هتتصل باختها انا 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 بقى قولي لي. يبقى اذا انت لقيت اخوانك. هتيجي تعمل طاعه هتحبط، هيحصل مشكله بينك وبين والدك لانك مش قادر تفهم تتعامل معاه ازاي، هتحبط. هتتصل باخوانك هتلاقي سند. يبقى اذا الترتيب السليم للتربيه، الكلام ده يعني والله لا يقدر بشيء في الدنيا. رقم واحد اللي عايز يتربى، رقم واحد بيئة الشحن، يحضر الدروس ويسمع شرايط، لازم يحضر الدروس. رقم اتنين بيئة الإيمان، يخرج يعني من الدروس. مش كفاية اسمع شرايط يا دكتور حازم؟ لا طبعا، لا لازم تقول الحربة بتاعت الهداية. الحربة فين بقى؟ الحربة هي رقم اتنين وتلاتة. رقم واحد بيئة الشحن، احضر الدروس واسمع شرايط، انما حضور الدروس لوحده لا يكفي، هو بيخرجك مشحون. طيب رقم اتنين بيئة الإيمان، يعني ايه؟ صحبة صالحة بقى تعبدوا ربنا مع بعض. عشان كده بقول للإخوة في كل قرية لموا بعض في جلسة أسبوعية. تيجوا في 10 ذي الحجة تلاقوا نفسكم ايدكم في ايد بعض تعرفوا تعبدوا ربنا. بقول للإخوة في كل دفعة في كل كلية لموا الإخوة اللي في الدفعة اعملوا لكم جلسة. بقول للإخوة في كل منطقة من مناطق المدن لموا بعض اعملوا لكم جلسة. يا ابني ده ألف به بيئة الإيمان. ده ديت البنية الأساسية لبيئة الإيمان. إزاي ما بتعملوش جلسة أسبوعية؟ يا عم تقابلوا تحكوا مع بعض وقوموا يعني كل واحد يقرأ صفحة القرآن وروحوا. يبقى بيئة الإيمان، يبقى الحاجة التانية بيئة الإيمان الصحبة. الحاجة التالتة بقى المجاهدة الفردية. أنا بعد ما سمعت الدرس السخن وتحمست، بعد كده خرجت مع إخواني عملنا مثلا جولة دعوية، حسيت إن أنا ناجح لأن أنا نجحت إن أنا أعمل عمل صالح. روحت بيتي بقى أنا الليلة ديت هصلي قيام ليل على طول بإذن الله، أنا هحفظ قرآن مع نفسي. يبقى أنا المجاهدة الفردية ساعتها هتبقى ناجحة. ده الترتيب السليم. إنما لما نزعنا الصحبة من الدين كل حاجة راحت، كل حاجة ضاعت. نفسية الإخوة مدمرة، نفسية الأخوات مدمرة. يعني انا يائس يا شيخ، انا هتجنن يا شيخ. مره يعني عملت درس اسمه انا هتجنن يا شيخ على الغرفه الصوتيه في موقع طريق الله، الشاب بيقول هتجنن يا شيخ. يا ابني هتجنن ليه يا ابني؟ حرام عليك حبيب قلبي. والله يا جماعه ربنا قال ثم السبيل يسرى، اي من ضمن اقوال المفسرين اي يسر لكم سبيلكم الى الله. ربنا يسر لنا الطريق، بنعصره على نفسنا ليه؟ وفي قول الله ونيسرك لليسرى، بعض المفسرين قال لك اليسرى هي الجنه، والتيسير لليسرى ان ربنا يوصلك للجنه من طرق سهله. هو في طرق صعبه للجنه؟ في طرق صعبه للجنه. في ناس بتعقدها على نفسها. ودنك منين يا جحا؟ اهي وصل لودنه ولا لا؟ صحيح وصل، وصل بس وقف ايده.
انما ودنك يا طب ايه يبقى الاخو بتاع مكان ودنك ودنك منين يا جحا اهي كم واحد بقى بيعرف يعمل ديت الاخو بتقع ما بتقدرش تكمل. شيخنا الكريم يمكن قبل ما نخش تسجيل كان شباب في فريق العمل بيكلموك على اقامه بعض المشاريع الدعويه مخبين عليه يمكن في ايام العشاء فسمعت حضرتك بتقول لهم لا انا في ايام العشاء عايز اتعبد لله عز وجل. يمكن نعرف بعد الفاصل ان شاء الله من الدكتور حازم طبعا المشاريع الدعويه مش نوع من انواع الطاعه وسمعت منه قبل التسجيل ان الدكتور كان بيقول ان بعض الائمه وبعض العلماء كان حتى بيبطل دروس اثناء العشر الاوائل من ذي الحجه لانه عايز يقيم على نفسه جهاد فردي زي ما الدكتور حازم بيقول وانه يجتهد على نفسه. نعرف ده بعد الفاصل ان شاء الله فلا تذهبوا بعيدا. سنعود. عدنا. مشاهدينا الكرام يشرفني ويسعدني ان اجدد التحيه والترحيب بشيخ الكريم الدكتور حازم شومان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا كان من الغريب عليا قبل زي ما قلت في نهايه الفاصل او في نهايه الفقره الاولى ان حضرتك وهم بيقولوا لك على اعمال دعويه يقوموا بها في العشر من الحجه معاك كلقاءات دعويه ممكن في التلفزيون او حتى في المساجد ولقيت حضرتك شايف ان انت يعني لو تجتهد على نفسك في العباده وتقعد من غير دروس ومن غير اقامه دعويه وتجتهد على نفسك. وكان الاغرب ان حضرتك قلت ان بعض العلماء كان يفعل ذلك يتوقف عن الدروس وعن كل شيء ويجتهد على نفسه وحتى علماء الجرح والتعديل كانوا يتوقفوا عما هم فيه ليجتهدوا على نفسهم في هذه الايام العشر. المشاريع الدعويه دي مش من ضمن الطاعات اللي ممكن اعملها؟ هي طبعا من ضمن الطاعات ولكن النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم يعني اخبرنا هنا العباده اللي زي الصلاه والصوم كده ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله ما الجهاد الدعوه بالظبط الجهاد الدعوه العمل يعني ديت هي ايه يعني حاجه واحده يعني دي اعمال عظيمه فعشر ذي الحجه عظيمه وبراءه عظيمه ولكن هنا العباده اللي هي الصلاه الصوم الذكر الشحن الايماني لان مواسم العباده اللي هي رمضان وعشر ذي الحجه دي راس الهدايه بتاعه نشر الهدايه في الامه كلها راس الحربه بتاعه نشر الهدايه في الامه كلها فلازم ندرك قيمة هذه المواسم في إيقاظ الإيمان المخدر في قلوب الأمة فأنا هنا لو أنا قلت مثلا العمل هنا هو الدعوة يبقى أنا كده ما بشكش الناس معايا إنما العمل هنا يا جماعة هو الصلاة هو الصيام هو قيام الليل هو الذكر هو جلسات الضحى يبقى أنا كده بنوقظ الإيمان المخدر في قلوب الناس مرة أخرى عشان كده الإمام أبو زرع الرازي رحمه الله يعني له موقف أنه كره أن يتحدث في الأحاديث الضعيفة في عشر ذي الحجة. يحيى بن معين له موقف قال في أيام كهذه يعني تعجب لما كان يسأل في الجرح والتعديل في هذه الأيام تكلموش في الكلام دلوقتي ده احنا في عشر ذي الحجة. الإمام أحمد ساق أثرا يعني عن بعض العلماء رحمه الله الإمام أحمد أن وقال هذه أيام شغل أنهم كانوا يتركون التدريس في علم الحديث فيها أصلا أيام شغل عن انشغال بالعبادة يعني عن الدروس فمن جهابذة أئمة علماء الأمة من كان يمكن أن يترك الدروس العلمية ويترك العطاء العلمي في هذه الأيام من أجل التفرغ للعبادة. بس في نقطة يا دكتور حازم يعني إحنا برضو كشباب محتاجين شحن مستمر يعني أنا مش محتاج إن الدعاء يفضلوا يشحنوني قبل العشر الأوائل ويسيبوني في الفترة دي محتاج شحن مستمر أنا ممكن أفطر في النص مش كده برضو في نص عشر ذي الحجة ولا في ممكن أبقى داخل مشحون قوي زي أنتوا شحنتونا كمشايخ وكدعاء في الأعمال الصالحة إلى آخره ممكن أجي على اليوم الثاني الثالث أفطر صحبة سيئة تشدني سفر أروحه فبالتالي أسوأ عن الصيام أسوأ عن الأعمال الصالحة محتاج اللي يشحنني دايما أثناء العشر يعني مشكلة عشر ذي الحجة إنها مش زي رمضان يحتمل الفطور لو راح من يومين ثلاثة في النص هو 30 يوم إنما العشرة كلها 10 أيام لا تحتمل الفطور رمضان الشياطين مصفضة عشر ذي الحجة الشيطان شاطر مصفضة الشيطان شاطر وإحنا اللي خايبين للأسف يعني عشر ذي الحجة لا تحتمل الفطور غير إن هي معركة مع الشيطان وليس مع النفس فقط يعني الامتحان فيها أصعب من رمضان ومع ذلك هنفطر في كتير مننا هيفطر وارد اصلا الدكتور اللي مش عارف قيمتها بقى صحيح يعني تعرف 10 ذي الحجه عامله زي ايه بالظبط؟ طب انا اتفقنا يا دكتور حازم في البدايه ان كتير منا مش عارف قيمتها كتير منا بيجتهد جدا في العشر الاواخر من رمضان رغم انه يعرف ان 10 ايام ذي الحجه هي افضل ايام العام عارف ده تماما وموقن بذلك لكن مع ذلك هو مش شايف الدنيا مقلوبه زي رمضان ايوه يعني هو محتاج لا احنا لازم يكون عندنا روح مبادره وايجابيه نعم لازم نتكحرط شويه يعني لازم احنا اللي نغير الناس يعني من الكلمات الجميله
يعني الفنان هو اللي ايه اللي بيمس اذواق الناس. قال لك امال المبدع؟ قال لك لا، المبدع الذي يصنع اذواق الناس. الله. يعني الذي يصنع اذواق الناس. احنا بنغير فكر الناس، احنا بنغير خط سير الناس باذن الله سبحانه وتعالى. يعني دي مهمتنا في الحياه، ان 90 مليون مواطن في جمهوريه مصر العربيه مثلا وجهتهم الى الدنيا، ازاي نغير وجهه الناس الى الدين؟ ده اصعب من تغيير مجرى نهر النيل. يعني ده محتاج يعني مدد رباني عظيم، ولا يؤتى اي احد ولا يعطى اي احد. فاحنا ورانا مهمة كبيرة، لازم نكافح من اجل نشر هذا الموسم، لازم نكافح من اجل تعريف الناس بهذه العشر، لازم نكافح من اجل تعريف الناس بالقيمة العظيمة وراء هذه الايام. لان الوقت يعني انت الوقت مراتك هتيجي تمسك فرقتك يوم القيامة، هتقول لك بقى انت اكلتني وشربتني وفسحتني واشتغلت عشاني وما عرفتنيش افضل ايام الدنيا عند الله. ابنك هيجي يمسك في رقبتك هيقول لك بقى انت دخلتني ابتدائي واعدادي وثانوي واديتني في الماده درس ودرسين وما عرفتنيش افضل ايام الدنيا عند الله. الناس هتيجي ماسكه في رقبتنا بقى انتوا كنتوا قاعدين في الجامعه تعبدوا ربنا ليل نهار وما عرفتناش افضل ايام الدنيا عند الله. يبقى اذا احنا يعني في رقبتنا ان احنا نعرف الدنيا كلها. يوم عرفات، يوم عرفات في الايام مثل ليله القدر في الليالي، ولكن ما تسوقلوش للأسف بالتعبير التجاري الدنيوي، مفيش تسويق، ألا إن سلعة الله إيه؟ غالية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن الجنة دي سلعة. الوقت علم التسويق قائم على إنك أنت إزاي تسوق لسلعة. إحنا مش عارفين نسوق لسلعة الجنة، مش عارفين نسوق لها. نعم. ومع ذلك يا دكتور حازم، نجد في العشر من الحجة والعشر الأوائل إن الناس بتصوم أول ممكن يسوى عن صيام أول 8 أيام، ولكن الكل يكون مقبل على صيام يوم عرفة. ما هو اصل الناس نشنجية يعني زي رمضان كده بينشن على ليلة 27، فهو في عشر ذي الحجة بينشن على يوم عرفة. بس طبعا ده كلام يعني ايه يعني يا جماعة الموضوع اكبر من كده يا اخوانا. يعني معاملة ربنا يعني زي بالظبط كده، انا جيت دلوقتي قلت لك السفينة اللي احنا فيها ديت مليانة مجوهرات، الجوهرة الواحدة تكفيك انت وولادك واحفادك تعيشوا بشوات، خلاص قدامك نص ساعة والسفينة دي بوابها تتقفل. انت في النص ساعة دي جالك رسالة على الفيس ماسنجر هترد عليها؟ لا طبعا. جالك رسالة على التليجرام هترد عليها؟ لا. جالك واحد صاحبك بيتصل بك على الموبايل هترد عليه؟ مش ممكن، مش ممكن هترد ولا هتبص اصلا. ليه؟ ده هم نص ساعة او بالظبط كده 10 ذي الحجة ديت بنعمل بوز لكل الهموم اللي عندنا في الحياة، لكل مشاكلنا، يعني قدر ما نستطيع نتخفف من الارتباطات. انا فاكر يعني وانا لسه متخرج من الكلية، فكان الجوازي البناء بتاعي قبل عرفة بيوم او يومين في 10 ذي الحجة، فكان اخ من اخواني والوقت انا من الضعف فضل، فبص لي كده يوم الفرح يقول انت تتجوز في 10 ذي الحجة؟ انا مش عارف هو بيقول ايه، يعني انا مش يعني ايه يا ابني يعني ما تتجوز في 10 ذي الحجة؟ فيعني لما يعني ربنا اللهم لك الحمد رزقنا شيء من العلم عن هذه العشر، فعلا بدات افهم الموضوع كبير قد ايه والموضوع خطير قد ايه. فالحل العلم، الحل ان الناس تتعلم دينها، والحل ان الدعاء ينزلوا للناس يعلموهم دينهم، حل ان احنا نوقف الناس اللي في الشوارع ده كلها نقول لهم يا ناس وقفوا يا ناس، انتوا مش عارفين، انتوا عارفين يعني ايه ولا ايه عشر؟ انتوا عارفين يعني ايه ايام اقسم الله بها؟ انتوا عارفين يعني ايه ايام اقسم الله انك ستندم يوم القيامه على التفريط فيها؟ انتوا عارفين يعني ايه ايام قال فيها ابن عباس كذا وقال فيها ابن عمر كذا؟ الناس بتسخن، الناس بتتفاعل. ورقه زي عقد عمل نتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله باذن الله، يعني ان احنا ننشر هذه هي عباره عن ايه الورقه الاول؟ يعني الورقه دي طبعا يعني ممكن الاستاذ ياسر يزوم عليها كده عشان تشوفها. يعني دي ورقه عقد عمل طبعا، هي الورقه يعني اللهم لك الحمد لله ربنا لما رزقني وعملتها كان لها اسماء تانية، ولكن احد الشباب من اخواننا هو يعني ايه عايش ازمه الشباب والبطاله شويه، قال لي سماها عقد عمل. هتبقى ملفته اكتر للشباب فعلا. لما بدانا نوزعها على المقاهي وعلى الشباب فوجئنا ان فعلا ايه بتتلقى التلهف، الناس بتقولها بلهفه فاكرها عقد عمل بره. فورقه عقد عمل هي قائمه على فكره لو شاب عرض عليه عقد عمل 10 ايام بمليون جنيه، تخيل فرحته 10 حياته وحياتي 10 ايام وحياتي تتقلب، 10 ايام وابقى باشا 10 ايام. طب تخيل بقى انت الايام اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال فيها ما من ايام ازكى عند الله ولا اعظم اجرا، ما من ده حصريا ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في عشر الاضحى. ما من ايام ازكى عند الله، ازكى عند الله دي يعني لما صحيفتك ترفع الى الله الله يحبك بسبب هذا العمل. الله. يعني دي بتحل لك ازمه العرض على الله. اعظم اجرا يعني تقل كفه الحسنات في الميزان، يعني دي تحل لك ازمه الميزان، يعني عشر ذي الحجه حلت لك اكبر مشكلتين في الاخره، العرض على الله والميزان. نعم. يبقى اذا لما نفهم قيمه هذه الايام، يعني الورقه جايبه قيمه هذه الايام وخطوره هذه الايام، وازاي ان الايام دي بتتقاس بالثانيه، بتتقاس بالدقيقه وبالثانيه. وبعد كده الظهر بتاع الورقه بقى العقد العمل هو ايه؟
بنود العقد، الشروط الجزائية للي يتخلف عن هذه الأعمال، أرباح الصفقة دي شكلها إيه، إيه الأعمال. لو أنت عملت صفقة ختمة قرآن 700 ختمة قرآن فيها، طب لو عملت صفقة الصيام تاخد إيه، طب لو عملت صفقة الدعوة إلى الله فيها تاخد إيه. الورقة طبعا بفضل الله موجودة على يعني الصفحة الرسمية بتاعتي على النت، وبس تكتبي أو تكتب على جوجل الصفحة الرسمية الدكتور حازم شومان بس، هتلاقي الصفحة على طول، هتلاقي الورقة وممكن تسحبوها وممكن تصوروها، غير ان ممكن نتصل ب يعني ممكن يكون من الواجب العمل بتاعي ان ناخد الصفحه دي من على ويتو الله مثلا على صفحه الدكتور حازم شومان، واطبع منها مثلا 100 نسخه 500 نسخه على قد ما اقدر، واوزعها على الشباب من حيث ان انا اشحنهم كل مكان. وفي توصيه اعظم من هذا، اقراها افهم الكلام اللي فيها واخرج اكلم الناس عنها. كلام جميل. اتكلم انا تمام، يعني نتكلم عن الله، هذه احب الايام الى الله، فالدعوه اليها هي احب دعوه الى الله. نعم. ازاي اقدر يا دكتور حازم اشتغل على بيتي، وده اهم بكتير، يعني اشتغل على زوجتي واولادي في موضوع ان انا ابصرهم بالاعمال الصالحه في عشر من ذي الحجه وقيمه هذه الايام، واستطيع ان ارغبهم بالحب مش بالعافيه. يعني بعض الاخوه يا شيخنا بيفرض على اولاده صيام العشر من ذي الحجه، يفرض عليهم صيام يوم عرفه عافيه كده، مش ان هو يرغبهم يحببهم في الايام دي يكافئهم، يعني لازم يحببه. هي مشكلة يعني انا اقول لك حاجة، انت دلوقتي مثلا من حوالي سنة كده لما كانت البلد محتدمة وفي يعني غضب شعبي من الاخطاء السياسية للتيار الاسلامي، نعم، انت لو كنت وقفت شاب في الشارع تكلمه عن ربنا، يعني انت مش هتكلمه لا في سياسة ولا في احزاب ولا اي حاجة، كان ممكن يقول لك ايه؟ كان ممكن يقابلك ازاي؟ هيفرح بيك ولا هيتقفل؟ هو مقفول اصلا، هيتقفل. ليه؟ لانه واخد صوره مسبقه عنك. صحيح. ان انت ده انت هتسحبني للسياسه، ده انت هتسحبني ان انا امشي في اتجاه معين، ده انت هتسحبني لحاجه معينه. يبقى اكبر مشكله في الدعوه ان يبقى اللي قدامك عنده صوره مسبقه عنك وحشه. نعم. عشان كده سيدنا ابراهيم دعا بدي قال واجعل لي لسان صدق ايه في الاخرين. ليه؟ نعم. يا رب ما يعني يبقى الطريق متسفلت بيني وبين الناس، ما يبقاش الناس صورتي متشوهه عندها. عشان كده اليهود بيصرفوا مليارات في الاعلام الغربي، ليه؟ عشان يشوهوا صوره الاسلام قدامهم، فلما ينزل داعيه يكلموا عن الاسلام بره لا الصوره الذهنيه بايظه. هي دي مشكله دعوه الاهل. ايه مشكله دعوه الاهل؟ ان نتيجه ان الزوج بيخطئ مع زوجته ومع اولاده وبيمل في حقهم، فبيتكون عنه صوره ذهنيه صعبه، قدوه مهزوزه. الصوره الذهنيه وحش، او الزوجه من كتر مثلا ما بتهمل في نفسها في بيتها بتهمل في حق زوجها، بيتكون عنده صوره ذهنيه صعبه. والابن تجاه ابوه نفس الموضوع، من كتر ما ابوه قهر وزعق له وتعامل معاه باسلوب تعسفي اتكون عنده صوره ذهنيه صعبه. فلما بتيجي تكلمه في الدين انت عندك مشكله، نفس مشكله الشاب من سنه لما كان مش عايز منك كلام رغم انه ما يعرفكش، لانه هو واخد عنك صوره ذهنيه ايه مش غلط بس نعم. صوره ذهنيه مشوهه. اهو بالظبط كده، هي دي مشكله دعوه الاهالي، ان انت متاخد عنك صوره ذهنيه مشوهه في بيتك. ليه يا اختي؟ لان انت اول ما التزمت شديت عليهم وتشكلت معاهم وما دخلتيش بصوره لطيفه، وانت ما كنتش تملكي حاجه لسه في الاول. انت عندك صوره مشوهه في بيتك ليه؟ لانك انت شكلت مع اخوك وكسرت الـ 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 الشاشه بتاعت الكمبيوتر واختك بتسمع اغاني عليها، وتشكلت مع اختك وهي بتتكلم في التليفون ما انتش عارف تتكلم مع مين، وعملت مشاكل. يبقى اذا الدعوه الى الله، ده كلام بقى عموما، الدعوه الى الله قائمه على كنا في خط الواتس يعني بنحضر لمعركه استرداد زوج اللي خلاص اتقفلت الحياه بينها وبين زوجها، عايزه تسترد. معركه استرداد زوج، معركه اللي ما عندهاش عزيمه انها تسترد زوجها بعد ما تكون صوره ذهنيه وحشه عنها. خلاص يعني لازم قبل ما تتشكلي معاه، قبل ما تزعلي منه ان هو بيكلم واحده غيرك بره، قبل ما تتضايقي ان هو بيتعاملك باسلوب وحش، قبل ما تقولي له انت بتهملني، انت خلاص ما عدتيش مصدر نصيحه بالنسبه له، ما عادش قادر يسمع. وكذلك العكس برضه يعني الزوج. يبقى اذا كانت الخطوه الاولى اعاده صوره ذهنيه سليمه تاني. شهر كامل لو انت عارفه ان هو خارج هيعمل مصيبه، اكتمي اعصابك وما تتكلميش معاه في حاجه، ابداي جددي في عفش البيت، جددي في المكان، ابداي جددي له في الاكل، ابداي جددي له في لبسك، ابداي جددي له في ابتسامتك، هتلاقي رسائل سلبيه بشعه منه ليكي. ابقي قابليني خلاص والله لو عمل يوم يومين وترجعي تاني اثبتي له انه مش يومين، واوعى تحبطي من الرسائل السلبيه اللي هيديها لك رسائل التجاهل. كملي شهر اتنين هتلاقي الصوره بدات تتغير، هنبدا بقى ندخل في المراحل اللي بعد كده. طبعا ده معركه بقى، ده معركه ولا خطه يعني، ولكن انا قصدي ايه؟
ان الاخ او الاخت او الزوج او الزوجة في البيت اللي يعني فقد صورته فيك قدوة، الاول اعادة الصورة الذهنية سليمة بالاخلاق، بالشهامة مع اخواته، بالتغاضي عن المشاكل الوقتي، وبعد كده لما الصورة الذهنية تتصلح نقدر ندخل لكلمة الناس عن ربنا. تمام. ساعتها هيبقى المهمة سهلة، المهمة رجعت سهلة بقى، ان الوقت لو خرجت اكلم الشباب دول في الشارع خلاص ما فيش صورة ذهنية عندهم وحشة، هيسمعوني ويشوفوا الكلام ينفع ولا ما ينفعش. البعض يا دكتور حازم شايف ان هو بقول انا لا احسن الكلام ولا احسن الدعوه لانها ممكن يكون بطبيعه انطوائي، ازاي ممكن اشارك في الدعوه من غير ما اتكلم؟ شارك في الدعوه انك تجيب ورقه زي دي وتوزعها. شارك في الدعوه ان انت لو انت قاعد على النت او انت قاعد على النت انك انت تجيب مقاطع قويه عن 10 ذي الحجه وتصميمات قويه عن 10 ذي الحجه ودروس قويه عن 10 ذي الحجه وتشير وتدخل على الفيس على اصحابك، ودلوقتي خلاص الكلام في الصوت، فيس ماسنجر كلام بالصوت، السكايب كلام بالصوت، الواتس كلام بالصوت، خلاص يعني النت بقى دلوقتي بديل حياتي ضخم عن اي وسيله ثانيه في الدنيا، يعني عن اي حاجه ثانيه. يبقى انت اتكلم مع الناس، اتكلم، تواصل. الموضوع في غاية البساطة، انت مش قادر تتكلم، عندك وسائل انك انت تدعم الدعوة بألف وسيلة، وسيلة نشر الورق الدعوي ونشر السيرات الدعوية، ياما ناس التزمت، ياما شباب التزم وتاب الى الله بسبب مقطع. نعم. سمعوا بسبب سي دي، سمعوا بسبب درس، سمعوا بسبب ورقة توزعت عليه، الورقة دي مكتوب مثلا في ظهرها موقع الطريق لله. ممكن شاب ما يتأثرش بالورقة ولكن يوم دخل على اسم الموقع ده. تمام. اما عملنا استفتاء على موقع طريق لله، عرفت الموقع منين؟ طلع فوق 50% عرفوه من الورق. ان شاء الله. من الاسم المكتوب على الورق. تخيل دول بقوا اخوه وقاده في شغل الاسلامي على النت وفي الدعوه من ورقه. تمام. يبقى مشاريع دعويه مثل طباعه الاوراق ونشر الاوراق الدعويه لها جهد كبير ما شاء الله عند الناس. اللي عايز اقوله دلوقتي يا دكتور حازم، احنا دلوقتي قلنا ان العشر الاول من ذي الحجه، وقلنا الاعمال الصالحه منها الصيام، منها صلاه الضحى، منها المكوث في المسجد اطول فتره ممكنه، منها الصدقات، ايضا صله الارحام مهمه جدا لا سيما في هذه الايام. طبعا عشر ذي الحجه من ضمن العبادات العظيمه عباده صله الرحم. نعم. وللاسف الارحام الان ممزقه، ليه؟ يا اما مشاكل ورث، يا اما واحد واكل ورث، يا اما متكل عليه ورثه، ومظالم وخناقات وحاجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح. صله الرحم الوقت عايزه واحد على ذي الرحم الكاشح. بمعنى ايه الكاشح؟ الحاقد. الحاسد اللي يكون افضل الصدقه عليه. افضل الصدقه اللي كبده بيغلي منك، اللي دمه متسمم منك، اللي ما يطقش انه يسمع انك نجح. وده انا هقدر اتعامل معاه يا دكتور حازم. ما هو الوقت صله الارحام تقدر تتعامل معاه. ادفع بالتي هي احسن مش بالتي هي اخشن. ادفع بالتي هي احسن. فاذا الفجائيه انت نفسك هتفاجئ. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وبرضه صعبه، كيف استطيع ان اجاهد نفسي؟ ما هو انت تجاهد نفسك لما تستشعر الثواب، تجاهد نفسك لما تعرف انك تفرح ربك، تجاهد نفسك لما تعرف ان قضم غيظك بيؤدي الى ان يخيرك الله ثاني يوم القيامه ما شئت، تجاهد نفسك لما تعرف ان الله ينظر اليك ويراك وانت تجاهد نفسك ويرفعك لاعلى المقامات بسبب هذه المجاهده، تجاهد نفسك عشان تبقى مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه، صلى الله عليه وسلم، جاهد نفسك عشان تبقى راجل دين. ما هو ايه الدين؟ الدين المعامله. يعني ايه الدين المعامله؟ يعني اللي عاملنا حلو عامله حلو. طب يعني ده يعني حاجه ان حتى لو واحد قطع رحمه معايا انا اوصله هديه اقتطعها من ميزانيه بيتي واروح اديها لارحامي عند ربنا. دي ايه؟ ده تطيل في العمر وتوسع في الرزق. النبي عليه الصلاه والسلام جاب حاجتين، مشكله الناس كلها اللي مخليها الناس ما بتدخلش الجامع هي الرزق والاجل. نعم. خوفه على صحته وخوفه على ماله، قاعد يجري في الدنيا يحصل الرزق والايه والصحه. فالنبي قال له ان صله الارحام دي تطيل في العمر، تنسى في الاثر وايه وتوسع في الرزق. يعني انت عايز بعد كده ايه؟ احلام حياتك موجوده في هذه العباده. يعني فدي طبعا يعني من اراد ان من احب ان ينسى له في اثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. الحفاظ على صلاه الجماعه. يعني الواحد نفسه يشوف صلاة الفجر في العشر الأوائل من ذي الحجة زي صلاة الفجر في العشر الأوائل من رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان. غير عن الصلوات طبعا، لكن أنا أقصد الفجر تحديدا، لأن معروف إن صلاة الفجر في غير أيام رمضان صف صف ونص، أحيانا بيبقى ثلاث أفراد، لكن في رمضان ما شاء الله المسجد يكون مكتظ كصلاة الجمعة. ماشي. يعني هو طبعا هي دي مهمة الدعوة إلى الله. نعم. يعني إحنا عندنا في الدرس مثلا درس الجمعة هنا في الجماعة الشرعية عملنا جينا الدروس كلها تربويه، بدي الاخوه دروس تربويه، فجيت قلت هنعمل حمله شبابيه. خلاص يا جماعه المره الجايه درس ذوق طعم السعاده، انزلوا للشباب في كل مكان، انزلي والشباب على النت ينزلوا والشباب في المسجد ينزلوا والبنات. احنا عايزين المسجد المره الجايه من ريحه البرفانات بتاعت البنات اللي جايه يجي لنا زكام فوق.
يعني احنا عايزين نص الاخوة اللي في المسجد ينتكسوا بسبب المتبرجات اللي يجوا معنا في الدرس الجاي. يعني نشط شباب يعني. احنا عايزين المرة الجاية يبقى الشباب كله بنتكورات وسلاسل. احنا عايزين النوعية اللي تيجي معنا. الشباب فعلا اشتغلوا شغل قوي جدا. واشتغلوا شغل طاحن بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. وبذلوا مجهود كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. النتيجة كانت ايه؟ وجبنا لهم تورتايه كبيره كده مكتوب عليها ضوء طعم السعاده معموله عموله يعني. وفضل منة الله سبحانه وتعالى كان لها تاثير رائع. عدد الدرس تضاعف في هذا اليوم فضل الله. وعملنا لهم بعدها ايه حفله كده ليله من الليالي للشباب الجدد فضل منة الله متواصلين معاهم. وفضل يعني انا عايز اقول يا جماعه اتكحرتوا يعني يا جماعه اشتغلوا يا جماعه ابذلوا يا جماعه اتعبوا يا جماعه والله العظيم يعني حضرتك انا مش عايزك تبص دلوقتي ال- 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 يعني المنظر بره في شباب واقفين دلوقتي من بره بيتفرجوا علينا دلوقتي هم عايزين يسمعوا الكلام بتاع الدين اللي بيتقال دلوقتي ايه من جوه السفينه وهم على ال- يعني انا عايز اقول لك ان يعني الناس عايزه خير. الناس عايزه تتوب لربنا. الناس عايزه تعرف ربنا. الناس عايزه تقرب من ربنا. انما القضيه المشكله فينا احنا. احنا اللي مش عايزين ننزل. احنا اللي مش عايزين يبقى عندنا روح مبادره. احنا اللي مش عايزين نضحي عشان الدين. يعني قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما يتساءلون ده الراي العام كله اتشغل بقضيه. مشغول بقضيه الاخره. النبأ العظيم ده يوم القيامه. الناس قاعده على الكافيهات وعلى النت وعلى مشغوله بيوم الاخر. الراي العام دايما مشغول ببورتو مطروح اخبارها ايه والساحل الشمالي ولا غردقه ولا مارينا ولا شرم ولا. الراي العام مشغول بالاسعار. الراي العام مشغول بالحاكم الجديد والحاكم اللي راح. انما الراي العام مشغول بالاخر ده عمرها ما حصلت. ايه السبب؟ السبب ان النبي نزل الواقع عليه الصلاه والسلام بطريقه عمر ما حد اتعمل بيها. وقف على جبل الصفا وحط ايديه في ودانه وصرخ يا صباحا يا صباحا اتيتم. الناس اتقلبت. الناس انبهرت. الناس حست ان الاخره دي زلزال يستاهل ان واحد يقف على جبل الصفا ويصرخ في الناس. يبقى اذا احنا محتاجين نتغير. الاخوه والاخوات محتاجين نتغير. بمناسبه الاخوه بقى يا دكتور حازم, الاخوات بعضهن يشتكي ان الازواج مش سايب لهم فرصه العباده. يعني هو عنده شيء من الأنانية ان هو مفرغ نفسه في العشر دوائر من ذي الحجة انه يتعبد لله عز وجل, يقضي اطول فترة ممكنة في المسجد, يحاول ايجاد بيئة ايمانية تسحبه للطاعة, لكن دايما شاغل الاخت في البيت بالاولاد, شاغلها بالطبخ بالاكل بالشرب بقضاء حوائج البيت, وهي نفسها يكون ليها بيئة ايمانية ونفسها تقضي وقت في طاعة ربنا. تنصح الازواج بايه بالنسبة للزوجات؟ انصح الازواج انهم يتقوا الله في زوجاتهم. يعني احنا يعني لما قعدنا قلنا عايزين نعمل جهد النساء وزوجاتنا يجتهدوا في الدين, لقينا ان مفيش حل غير ان انا اضحي من وقت عشان وقتها. مفيش واحدة هتجتهد في الدين الا لو جوزها شال عنها البيت, شال عنها العيال, شال عنها في الوقت اللي هي تجتهد فيه. الحل ان يعني انت مراتك نقص دينها هيجيبك انت ورا, مش تعرف تتقدم بسبب نقص دينها. لازم يعرف ان هي لما تجتهد في الطاعه ده سيعودي لبيته بالايجاب. انت بتحول البيت لبيت ايمان بينك وبين مراتك. لما تصحوا تقوموا الليل مع بعض, لما تتسحروا عشان تصوموا مع بعض, لما تروحوا الدرس الاسبوعي للمسجد مع بعض, انت تبني لاولادك مستقبل. عشان كده بقول للاخوه انك انت اهم حاجه بتختار عليها الواحده دينها وطبعها. دينها مش عشانك, دينها عشان اولادك اللي انت بتستمتع بيه طبعها, انها مطيعه, انها قنوعه. انما الدين ده عشان اولادك, عشان ما تشغلهمش ارتينز ولا نيكلوديون وتسيبهم يترموا قدامها عشان هي تفوق لحياتها او تفوق للمطبخ. عشان تتقي الله فيهم وتعلمهم كل يوم قصه جديده, قصه ايمانيه. ده دينها. يبقى اذا لما مراتك يرتفع دينها انت كسبان بكل المحاور. انت الكسبان الف حاجه في دنيتك, في حسن تبعولها ليك, في تربيتها لاولادك. انت الكسبان لما يرتفع دين مراتك. طب لما ينخفض دين مراتك, والله لو عملت ايه مش هسيبك تتقدم. تعالى هتوه بقى, هتوه. يعني ليه؟ لانك انت متقدم ورايح فين. يعني دلوقتي يعني بعض البنات العاديين تيجي تقول لها تتجوزي واحد ملتزم, تقول لك لا يمكن. ليه؟ تقول لك عشان يروح يعيش مع اصحابه ويسافر ويرمينا انا في البيت ويقول المراه تقعد في البيت. كلمة دي يعني 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 فعلا في بنات بتقولها ويرمينا في البيت. مين اللي ادى الصورة الذهنية ديت؟ للأسف ملتزمين بيتسلطوا باسم الدين. صحيح. هو مش ده الدين. يعني فاهم خاطئ. يعني فاهم خاطئ ده يبقى معذور شوية. هو فاهم, بس هو عايز يتسلط عليه باسم الدين. هو عايز يقعدها في البيت وينطلق هو باسم الدين. ما تشوف ده.
ما تجتهد في دينك عشان لما انت تنطلق في دينك هي ما تجيبك شر. صحيح. هي ما تشدكش. صحيح. دور الشباب على الانترنت كنا دايما بنشوف الشباب في دخول رمضان البروفايلات كلها بتتغير وبصورة رمضان كريم وترغيب بالناس بالاعمال الصالحه ورمضان، عايزين برضو يبقى للشباب ليهم دور كبير في استقبال العشر الاوائل من ذي الحجه. عايزين نلاقي فيسبوك ده مقلوب، تويتر ده مقلوب في استقبال وشحن الشباب على العشر الاوائل من ذي الحجه، كيف تنصحهم دكتور حازم؟ والله كنت اقول يعني كنا بنفكر امبارح ان الايقونه بتاعت كل واحد مننا، كل واحد بيحط صورته مثلا جنب اسمه بروفايل بيحط حاجه كده، ان بتاع الايقونه بتاعت كل واحد ديت كلنا اجمعين تبقى 10 ذي الحجه ان شاء الله، بحيث ان النت كله يتقلب. هو في ايه؟ الناس تحس ان حاجه مقلوبه فعلا. هو في ايه؟ يعني يا جماعه ده يعني ايه؟ لو مش واخد بالي اخد بالي. ناخد بالنا بقى. هو في ايه يا جماعه؟ الحدث اللي هام الناس وقالب الناس كده يعني. اللي يبقى كله يسال في ايه؟ يبقى ده 10 ذي الحجه وده قضيتها كذا كذا كذا. يعني احنا بنحاول نعمل فعلا جهد كبير بفضل منه الله على النت، مش انا اللي بعمل، الشباب اللي بيعملوا، الاخوه والاخوات اللي بيعملوا، وفعلا هم عاملين جهد، ولكن احنا بنصبر على بعض واحده واحده، وان شاء الله ربنا يجيب خير كبير قوي ان شاء الله باذن الله. كوني يا دكتور حازم ان انا انشغل بفكره الحج، يعني كتير مننا لما يجي يتجوز بيعمل جمعياته وبيجاهد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ولما تيجي تكلمه دلوقتي في الحج يقول لك انا مش قادر. حلو انت مش قادر، لكن شايل هم ولا لا؟ ان انت العام القادم ان شاء الله يكون عندك هم او اللي بعده ايا كان، لكن تشيل هم فكره انت ان شاء الله تحج بيت الله الحرام. ولو ارادوا الحجه لاعدوا له عده. صحيح. والاستعداد علامه الصدق دايما. نعم. استعداد علامه الصدق، والانسان لازم ينوي بصدق زي 10 ذي الحجه اللي احنا فيهم دول، انت عايز تعبد ربنا فيهم، انت ناوي بصدق. يعني الشاب لما كان الساعه 2 بالليل تخلص علبه السجاير بتاعته والدنيا بتشتي، يعني الدنيا مبهدله والدنيا ضلمه، ويعمل ايه؟ بينزل يشتري علبه سجاير. ليه؟ ما اقدرش اعيش الليله دي من غير السجاير، ما اقدرش. طب انت دلوقتي الساعه 2 بالليل ما بتقومش تصلي قيام الليل ليه؟ همه العاصي اعلى منك في الطاعه ليه؟ الشاب لما كان بيحب بنت كان بيعمل قرد، كان بيمشي على ايديه ويستناها بالعربيه على باب الجامعه ويقعد يعمل حركات وهو بيعمل دبل كيك قدامها بالكوره، ينزل على رقبته يتكسر يتجبس له شهرين فيها عشان يشد انتباهها ويعجبها. طب انت دلوقتي في الطاعه انت ما عندكش الهمه دي ليه؟ الشاب عشان يجيب قرش حشيش ولا تذكره هيروين ويروح جبل وينزل واحد بكشاف وممكن يذبحوه وعشان حوارات وقصص، وزي عد من الحمله ويدخل البلد تاني بعد ما جاب التذكره اللي يعني انت كنت بطل لما كنت بتعصي ربنا، انت كنت بطله لما كنت بتعصي ربنا، اشمعنى في الطاعه بقت العزيمه بتاعتنا بالمنظر ده؟ عايزين ننوي بصدق. نعم. يعني عايزين في هذه العشر ننوي بصدق، عايزين مع عباده الحج مع عباده مع كل العبادات عايزين ننوي بصدق. يعني 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 احد التجار كان بيقول لي انا من نيتي في ان انا اكسب ان انا ازود الزكاه بتاعتي ان شاء الله. عايزين ننوي بصدق، عايزين يبقى عندنا روح مبادره، عايزين يبقى شخصيتنا نفسها تتغير. نعم. شخصيتنا نفسها تتغير. عايزين نراغب ايضا يا دكتور حازم عشان ما ننساش في اخر الحلقه، نراغب الجميع بفكره الاضحيه. من ضمن الاعمال الصالحه. من ضمن الاعمال الصالحه العظيمه الاضحيه. ويعني لسه جاي لي رساله امبارح، يعني بنت فلوس جوازها وهي عايزه تضحي، ووالدها عايز يعني لها فلوس الجواز وعايزه تطلع منها الاضحيه، فبصراحه رساله مؤثره. نعم. فقلت لها بنتي ده قضيه مشاعر، انت لو عندك الفلوس ما فيهاش اي حاجه. انما يعني عباده التضحيه نفسها. صحيح. يعني ارتباط الاضحيه بعباده التضحيه، يعني ومن وجد ساعه فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني في ترهيب شديد من ان الانسان يبقى عنده قدره ماديه ولا يضحي. اينا. طيب في اخر هذه الحلقه تحب تقولي للمشاهدين وازاي نشحن دلوقتي زي ما قلنا في بدايه الحلقه كلها، لكن عايزين نديهم زي روشته كده في اخر الحلقه تكون مفصله عن العشر اوائل من ذي الحجه. احنا عايزين عشر ذي الحجه تبقى زلزال، زلزال في حياتنا. زلزال على المعصيه الكبيره اللي انت مش قادره تتخلصي منها في حياتك. بالمناسبه دي كنت عايز اسالك، لسه ماشي درس السونامي العشر اوائل من ذي الحجه. سونامي العشر. سونامي العشر درس المسجد الاسبوع اللي فات. والله يعني سميته تسونامي العشر لان فعلا انا حاسس ان عشر ذي الحجه دي ممكن تبقى زلزال في حياتنا. زلزال على امراض القلوب بتاعتنا والشهوات والشبهات اللي في القلوب بتاعتنا. يعني احنا في معركه مع الشيطان، النكت السوداء اللي بسبب المعصيه بتتزرع في قلبك دي معسكرات الاستيطان اللي الشيطان احتلها في قلبك، والحتت البيضة دي لسه الحتت المحرره اللي في قلبك، ولازم تنطلق من الحتت المحرره عشان تحرر قلبك. شيطان عامل دوريات جوه دمك يجري مجرى الدم من دمك. قلبك ده عامل زي الحصن، لو باب واحد فيه اتفتح الشيطان هيدخل ويحتله، لو باب ورد القران اتفتح الشيطان هيدخل ويحتله، لو باب الذكر اتفتح الشيطان هيدخل ويحتله. انت ممكن الجندي ونزل المعركه
يبقى فيه خنجر كده في جيبه. طب هو دلوقتي معاه رشاش، الخنجر ده يعمل ايه؟ الخنجر ده ساعه التحام المباشر مع جندي من الاعداء، الخنجر ده هو اللي ينقذ حياته، هو اللي هيخلص بيه المعركه. يبقى اذا ساعه الالتحام مع الشيطان، ايه السلاح الخفيف اللي انت تخلص بيه المعركه؟ ذكر الله. عايزين يا جماعه نفهم ان احنا في معركه، عايزين نفهم ان احنا عايزين زلزال. 10 ذي الحجه دي زلزال على ذنوبنا، على ذنوبنا. ده يوم واحد فيها عباده واحده فيها اللي هي الصيام تكفر ذنوب سنتين، زلزال على ذنوب. امال باقي العبادات وباقي الايام؟ 10 ذي الحجه زلزال على المعصيه، على علاقه الحب اللي في حياتك او في حياتك ومش قادر تتخلص منها، لانك انت هتعبد ربنا في الايام دي ازاي بالمنظر ده؟ 10 ذي الحجه دي زلزال في الاستقامه. يعني انا دلوقتي واحد باخد كل شهر 1000 جنيه، جه صاحب العمل قال ال 10 ايام دول انت في اليوم بمليون جنيه، ما هو ده الموسم، انت في اليوم بمليون جنيه، انا عندي وقت اعمل حاجه غير الشغل عشان اخد المرتب والحوافز بتوعه، عشان افوز بهذه الجائزه، ده دي خبطه عمري. فعشر ذي الحجه ما بتدكش فرصه انك تفكر في حاجه. انا براه، انا مكتئب، انا مهموم، يا عم انت بتفكر في ايه ولا ليل عاش؟ انت في ليله الله اقسم بيها. انت في يوم افضل ايام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. يبقى 10 ذي الحجه زلزال، زلزال على الكسل، زلزال على ضعف العزم. العرق بتاع يوم القيامه، اللي بيعرق يوم القيامه هو اللي ما عرقش عشان ربنا في الدنيا، اللي عرق عشان ربنا في الدنيا في الطاعه، اللي عرق عشان ربنا في الدنيا في الدعوه، ما بيعرقش يوم القيامه. ربنا ينجيك على قد ما عرقت عشان ربنا في الدنيا، على قد ما ربنا ينجيك من هذا. احنا عايزين تبقى زلزال على اهل الباطل لما يشوفوا الامه بترجع لدين ربنا تاني، قلوبهم تطعن ويفهموا ان الامه ديت امه محمد ولن تتخلى عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. زلزال على الفشل والاحباط في حياتنا. ممكن يكون الحلقه دي في شاب او بنت بيسمعوها اول مره في حياتهم بيسمعوا دين، وصاحبي سبقني بقاله 10 سنين ملتزم ولا 5 سنين ولا سنتين، وانا اتثبت، انا رمضان ضاع عليا. ممكن يكون واحد محبط، او جالك فرصه انك تبقى بطل من جديد، او جالك فرصه انك تبداي من جديد. يبقى 10 ذي الحجه دي فعلا زلزال، عايزين تزلزل حياتنا، عايزين باذن الله ولا ليله منها تضيع. طب لو ضاعت منها ليله يا عم قوم. طب انا واحده وعندي حيض اعمل ايه؟ يا ستي مس المصحف بحائل، حط المصحف على 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 حامل وقلبي بجوانت الصفحه واذكري ربنا ليل نهار. طب انا مشغول بقى يا عم شيخ وما اناش فاضي، انا راجل مشغول. يا سيدي الساعتين اللي انت هتكافح وتفضهم للذكر بالنهار كل يوم، لعل ربنا يقبلهم منك اضعاف اضعاف المتفرغ الفاضي. طب انا عندي امتحانات ورا مذاكره، يا سيدي ما برضه الساعتين اللي هتفضيهم لعل ربنا يقبلهم اضعاف اضعاف. يا جماعه اتقوا الله، عشان ربنا ان في الاعمال الدنيويه انت مش محتاج تستشير حد عشان تقول له افضي نفسي ازاي عشان اعمل ده. في شاب قاعد على قهوه بيجي لواحد فاسد يقول له كيف اثبت على طريق المعصيه؟ عمرها ما حصلت. صحيح، لانه في بيئه فساد مثبته. اذا ايام العشر الاوائل من ذي الحجه هي افضل ايام العام، نحتاج ان نغتنم هذه الايام بتعميرها بالاعمال الصالحه. الكلام قاله الدكتور حازم وصلت عليه الضوء بشده، هو فكره ان نوجد بيئه ايمانيه تستطيع ان تجرنا للطاعه وتسحبنا من المعصيه. في الاخر لسه برضه بنركز على الدكتور حازم بيقول الحصول على اصدارات المشروع اللي هو خاص بعاد عمل، مش كده؟ الاتصال على الرقم الاتي 011 11 32 38 38 38، رقم مره اخرى 011 11 32 38 38. الخاص بهذه الورقه، ورقه عقد عمل اللي الدكتور حازم اوصى بنشرها، وان شاء الله ممكن ناخدها ايضا عن طريق ويتو الله او من الصفحه الرسميه الخاصه بالدكتور حازم شومان. 011 11 32 38 38، رقم نشر الهديه ان شاء الله. جزاكم الله خير دكتور حازم، نورتنا وشرفتنا، ونامل ان شاء الله ان نلقاك في حلقات قادمه. مش لازم يكون في يعني حاجات موسميه، عايزين ان شاء الله نلقاك في شاشه صباح المدينه. جزاكم الله خيرا. جزاكم خير. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقه وغير من الحلقات ان شاء الله موجوده على موقع قناه الرحمه الفضائيه وعلى صفحتي الخاصه على الانترنت. نتمنى منكم ان تنشروا هذه الحلقه لكل اخوانكم على فيسبوك وتويتر وايضا عبر القوائم البريديه. ومن هنا الى القاكم باذن الله عز وجل في الحلقه القادمه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.